نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية تفيش سرو ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة. القرية هنا من القرى المستهدفة في القوافل العلاجية لأنها بينطبق عليها معايير إقامة القوافل، لأنها بعيد عن أقرب مستشفى مركزي أكتر من 15 كيلو ألا وهي مستشفى فرسكور المركزي، وبالتالي بينطبق عليها معايير إقامة القوافل. القافلة النهاردة فيها تخصصات طبية مختلفة، 12 عيادة تخصصية في 10 تخصصات طبية، من ضمن التخصصات اللي موجودة معانا البطنة، الأطفال، العظام، الرمد، الجلدية، الأنف والأذن، الأسنان، تنظيم الأسرة. كل الخدمات المقدمة بالقافلة بتقدم للمريض مجانا من أول قطع التذكرة اللي بتتم للمريض بالرقم القومي الخاص به، مرورا بالكشف بالعيادات. المريض بيقطع التذكرة بالرقم القومي، بعدها بيتوجه للعيادة عشان يكشف هناك، الطبيب يكشف عليه. لو هو محتاج يروح المعمل فهو بيتوجه للمعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل، لو هو محتاج أشعة عادية أو سونار بتتقدم له برضه من خلال القافلة. المريض بينهي خدمته في القافلة بصرف العلاج المجاني من الصيدلية المصاحبة للقافلة. هي قافلة طبية جت من محافظة دمياط لتفتيش السير، وكشفت وخدت العلاج. احنا جانا المبادره ديت عشان نكشف، والحمد لله كشفنا اهوت وخدنا علاج وربنا هو الشافي.